أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الحمد لله المتفرد بالعز والكبرياء الحمد لله المتفرد بالعز والكبرياء المستحق للحمد والثناء الحمد لله المتفرد بالعز والكبرياء المستحق للحمد والثناء المتفضل بالخير والعطاء لا إله إلا هو يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين ولا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. نستغفره ونتوب إليه في كل وقت وحين ونصلي أفضل صلاة على أشرف مخلوق خير البرية وسيد البشرية مولانا رسول الله. فاللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صلاة وسلام تامين دائمين إلى يوم الدين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا رب بما علمتنا وزدنا يا مولانا علما. نحمدك اللهم على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، أحبتي في الله، معشر المؤمنين الأفاضل، معشر المؤمنات الفاضلات، يقول الباري جل وعلا في محكم كتابه وصدق تنزيله من سورة يونس في الآية السابعة في الآية الثامنة والخمسين وهو أصدق القائلين: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعيد نص الآية الكريمة. قال عز من قائل في ثنايا سورة يونس وبالتحديد في الآية الثامنة والخمسين، يقول ربنا عز وجل: قل، والخطاب والأمر موجه إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. عباد الله، إننا ونحن في غمرة فرحة عيد الفطر السعيد من الواجب أن نستحضر آيات الله عز وجل لا سيما مما ينسجم ويتلاءم مع المناسبة، والمناسبة شرط في الكلام. وخير الفضل فضل الإسلام، وخير النعمة نعمة القرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن. ونحن عباد الله نفتخر بأننا أمة الإسلام، أمة الرحمة، تتعبد الله عز وجل بالرحمة وتعرف سائر الخلق بدين الرحمة. فهنيئا لنا نحن أمة الرحمة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عباد الله، ونحن نودع شهر رمضان لم نودع فضل الرحمة ونعمة القرآن، فحياتنا مبنية على هذين الأساسين ينبغي أن نستحضرهما في حياتنا، بل في حركاتنا وسكناتنا، حتى نعيش في دنيانا على أساس الرحمة ونلقى الله عز وجل على هذا الأساس بالرحمة. نعيش على القرآن وبالقرآن ومع القرآن، لأن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام صيره الله خلقا وصار له وجودا ومعنى بهذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهنيئا لنا نحن أمة القرآن. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا على هدي القرآن حتى نكون مع أهل القرآن، وحتى يشفع لنا هذا القرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلكم عباد الله، حتى نكون في مقام هذا الفضل العظيم، مقام فضل الرحمة ومقام نعمة القرآن، لا بد أن نواصل الخير بالخير وأن لا نقطع الخير عن الخير،
أن نداوم على العبادة وعلى التقرب لله عز وجل. للأسف الذين تلذذوا بالطاعة خلال شهر رمضان ينقطعون عن ذلك، والذين نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية، الذين تلذذوا بلذة المعصية، والأسف كل منهم لا يتذوق لذة ما يفعل ولا يواصل حتى يصل إلى مقام التوبة، وحتى يصل إلى مقام فضل الرحمة ومقام فضل القرآن الكريم. وكأننا نعبد الله في رمضان على وجه العادة لا على وجه العبادة. المؤسف، وأوصي نفسي ثم إخواني وأخواتي في الله أن نحول عباداتنا، لا أن نقتصر على عبادة رمضان، بل عباداتنا كلها لابد أن نصيرها على وجه العبادة والتعبد لا على وجه الإلف والعادة. وهذا شأننا ما شاء الله، وهذا لا يريده الله، بل لا حول ولا قوة إلا بالله. لابد أن نجتهد على أنفسنا، لابد أن نجتهد على أخلاقنا، على أحوالنا، على أسرنا. وكيف لنا وما السبيل إلى ذلك ونحن نقطع الصلة مع بيت الله؟ تجد أعداد المسلمين، أعداد المصلين، أعداد المصليات قليل. بمجرد ما ينقضي رمضان ينقضي كل شيء. ونحن ندعي الرحمة وندعي القرآن وندعي الإسلام، فكيف لنا من ذلك؟ وحتى نصير في مقام ذلك ونحن نعرض عن كل ذلك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا فضل الإسلام، وبيّن لنا قيمة القرآن، وحذرنا من الإعراض عنهما. فقال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما رواه الصحابي الجليل خادم رسول الله أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال روى عن النبي عليه الصلاة والسلام: من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكى الفقر أو الفاقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: جعل الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه. من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن، ومن منا لم يشرف بحفظ سورة الفاتحة، وهي فاتحة، هي فاتحة، فاتحة كل خير. من منا لم يحفظ، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، كلهم يحفظون على الأقل سورة الفاتحة، سورة الإخلاص. ونعم الهداية ونعم العلم. من هداه الله للإسلام ومن علمه القرآن ثم شكى الفاقة، الحاجة، ما عندي شيء، أشكو من كذا، أعاني من كذا، شكاوى. والرجل أو المرأة على دين الإسلام قمة الفضل، ويعلم بعض القرآن قمة الخير. فيجعل الله عز وجل لمن لم يعترف بالفضلين والخيرين الفقر بين عينيه. للأسف لو كانت مدة قصيرة لهان الأمر، لكن جعل الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه في الحياة وبعد الممات، وهو يعاني من ذلك حتى في قبره. لماذا؟ لأنه لم يشكر يوما الله عز وجل على أن هداه للإسلام. فلذلك نجدد اليوم ونحن في بيت الله الإقرار والاعتراف والشكر بين يدي الله على أننا على فضل كبير وخير كثير، فضل الإسلام وخير القرآن. فاللهم اجعلنا من المسلمين حقا وممن يتعبدون الله عز وجل بهذا القرآن حتى نلقى الله عز وجل ونحن على الحق. عباد الله، إن من الواجهات التي ينبغي أن نعيد النظر فيها
لنصحح